ضيفنا الثاني الأستاذ أحمد فتح الله، وهو مبتكر حاصل على المرتبة الثانية في برنامج العلوم، وهو كذلك مؤسس لشركة فيري رايز المتخصصة في غواصات آلية القيادة، وكذلك هو مهندس أنظمة القيادة الذاتية للسيارات في شركة فولفو في السويد. يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بك أستاذ أحمد فتح الله في هذه الطاولة المستديرة، ونناقش معا أهمية وتطبيقات داتا ساينس علوم البيانات في كل ما له علاقة بالسيارات ذاتية القيادة. مرحبا بك أستاذ. السلام عليكم، وشكرا على الفرصة والدعوة الجميلة دي. أحب أشكر أستاذ وائل، لأن الموضوع اللي اتكلم فيه موضوع مهم جدا بنحتاجه عندنا في الصناعة، إن إحنا نكون في ناس عندها قدرة على التعامل مع البيانات بشكل أفضل، وتقدر تتعامل حتى مع التولز بس والبرامج اللي بتتعامل مع البيانات. هستأذنكم إن أنا أشير سكرين. تفضل أستاذ. طيب، أنا الهدف من المداخلة إن أنا أدي نظرة عامة عن صناعة السيارات أو الأوتوموتيف إنجينيرينج، وتكون تجربة مختلفة، يعني تكون رحلة كده سريعة عن طبيعة الأوتوموتيف إنجينيرينج أو الإندستري نفسها، وفي نفس الوقت نظرة عن إن إحنا إزاي عن طريق دراسة البيانات وتحليلها واستخدامها بنقدر نخلي السيارات العادية تقدر تتحول لسيارات ذاتية القيادة. لو بدأنا بشكل بسيط، ورينا للناس صورة زي كده وقلنا لهم طلعوا من اللوجوز دي يعني علامات تجارية معروفة، هيكون شيء سهل جدا. يعني أتمنى لو الناس تشاركنا في التعليقات، يعني هنلاقي بسهولة جدا جدا الناس تتعرف على العلامات التجارية دي، وحاجات بنقابلها كل يوم في حياتنا واحنا ممكن نكون بنستخدمها شخصيا. لكن لو سألنا سؤال، مين يعرف العلامات التجارية دي؟ قليل جدا جدا ممكن يعرف. يمكن الناس اللي تعرف عمليات ممكن تعرف بوش عشان بتعمل كسالات، لكن ما تعرفش دور بوش في صناعة السيارات، او ما تعرفش الشركات دي قد ايه الشركات دي هي اهم حتى من شركات السيارات الكبيره، زي اللي هي صاحبه السيارات المالكه اللي احنا بنسميها في الصناعه عندنا الاو اي ام، وان هي دي الشركات اللي بتقود قاطره صناعه السيارات والتطوير والابتكار فيها، لان هي بتصنع تقريبا 80% من قدرات السياره نفسها، من الانظمه الخاصه جوه السياره، من اول انظمه القياده لانظمه التحكم في المحركات لانظمه الكماليات الخاصه بالسياره الالكترونيه وغيرها. فممكن تكون حضرتك او حضرتك بتقود سياره فورد، لكن نظام البريكس كابح بتاعها من فاليو، شركه اسمها فاليو، ونظام الستيرنج من شركه بوش، ونظام التعليق من شركه كونتيننتال، وهكذا. ولو شفنا حتى الشركات دي ايه هي جنسياتها، هنلاقي ان مفيش جنسيه واحده عربيه، لان الشركات دي بتحتاج استثمار كبير جدا جدا، بتكون حتى ليها مسانده حكوميه. يعني شركه زي فاليو مستثمر فيها بشكل اساسي الحكومه الفرنسيه، شركه زي بوش مستثمر فيها بشكل اساسي الحكومه الالمانيه، وهكذا. لان الشركات دي بتطلع ابتكارات، بتحصل على براءات اختراع بالالاف كل سنه، وهي اللي بتقود قاطره تطوير السيارات في العالم. في مهندسين كتير عرب بيشتغلوا في الشركات دي في اوروبا وامريكا وغيرها، ويمكن اكتر دولتين فيهم بيطلع منهم كفاءات، بنتكلم عن مصر وعن المغرب والاردن، ومتواجدين بكثره في اوروبا مهندسين يعملون في مجال تطوير السيارات. لكن لو شفنا شركه فاليو اللي هي رقم 10 في الليست حاليا، ليها فرع في المغرب وليها فرع اخر في مصر، ويوجد شركات خدمات داخل الدول العربية بتصدر مهندسين وكفاءات عربية لهذه الشركات بشكل كبير، وهو سوق محترم جدا لأي شاب حابب يبني كارير ليه مستقبل جيد، إن هو يبدأ يدخل في صناعات وتطوير السيارات. لو بصينا للترندز الموجودة في صناعة السيارات دلوقتي، هنلاقي كلمات كبيرة جدا زي الاندستري 4.0، شيرد موبيليتي،
الاي اي او تي والفرق بين الاي او تي والاي اي او تي. الاي او تي هو الاندستريال انترنت اوف ثينجز. هنسمع عن الكتريكال فيكل، هنسمع عن السمارت فاكتوريز، هنسمع عن الكونكتد درايفنج. كل دي ترندز كبيره جدا معتمده على البيانات بشكل اساسي وهام جدا في انها تخدم انها تقدم رفاهيه احسن لصاحب السياره، او انها تقدم خدمه بيئيه احسن زي الكتريكال فيكلز. احنا عندنا دلوقتي تو ترندز كبار جدا في مجال صناعه السيارات، هم السيارات الكهربائيه والسيارات اللي بتعمل بالهيدروجين. وكل يعني كل واحده منهم فيها دول بتستثمر فيها. احنا بنتكلم على اليابان والسويد متقدمين جدا في السيارات الهيدروجينيه، امريكا في الالكتريكال فيكلز، والمانيا. لكن كل الترندز دي مترابطه، عباره عن دوائر متشابكه من بعضها. وانا حبيت اخد مثال واحد اتكلم عنه النهارده. المثال ده هيدينا فكره اكتر، وهو شايفه الاكثر اثاره يعني، وهيقدر يدي معلومات جيده عن ازاي احنا بنستخدم البيانات بالنسبه لنا احنا جوه الاندستري السيارات، بحيث نقدر نحقق تجربه زياده قياده ذاتيه. فبالنسبه للتونس درايفنج، احنا عندنا نوعين مهمين جدا، او هما تو سيكتورز في الصناعه. حاجه اسمها الاي داس او الادفانسد درايفر اسيستنس سيستمز، ودي الموجوده في سياراتنا الحاليه. يعني لو احنا اي حد عنده سياره فيها مثبت سرعه كروز كنترول، فيها مكابح اللي هي الامرجنسي بريكنج، او لاقه النقطه العمياء البلايند سبوت ديكتر، كل دي احنا بنعتبرها عوامل مساعده للقياده، فنلاقيها مثلا موجوده في الـ في 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 الادفانس درايفنج اسيستنس سيستم. دي حاجات بقى لها اكتر من 20 سنه بتتطور مع الوقت، وانا شايف ان الصورتين دول بيصف الواقع بشكل كبير. يعني الصوره اللي على اليسار هو السائق، هو المتحكم، هو المسؤول الاساسي، لكن معاه عوامل مساعده اخرى بتخلي رحلته اسهل واكثر فعاليه واكثر راحه. اما الصوره اللي على اليمين هو الاوتونوموس درايفنج، اللي احنا نقدر نخلي السياره تقود ذاتها بشكل كامل وشكل اساسي. وهنا السائق ما بيتدخلش بشكل ما. يعني احنا عندنا في 5 ليفلز من الاوتونوموس درايفنج. من اول ليفل 3 احنا بنتكلم على هاندز اوف، ان يقدر السائق مش بيتحكم في السياره بشكل اساسي بايده، هي اللي بتقوم بكل العمليات الاساسيه للقياده. وبنوصل بعد كده لغايه ليفل 5 اللي هو ايز اوف، اللي هو متوقع له في 2030 ان خلاص حضرتك ممكن تنام في السياره وهي هتوصلك من بوينت A لبوينت B بدون اي تدخل. عشان نقدر نحقق ده، السياره محتاجه تقوم ببعض العمليات انا بسميها عمليات حيويه، لانها حقيقي عمليات حيويه. احنا عايزين نخلي السياره عندها القدره على التعامل مع الواقع بشكل حقيقي. ولو احنا شفنا اي سائق طبيعي بيسوق سيارته زي ما اي واحد فينا كل يوم، لأن هو عشان يقدر يقود السيارة بيحاول بيبص للعالم بعينيه، وبيبدأ يفهم العالم وياخد قرار، وبعد كده ينقل القرار بتاعه ده للسيارة عن طريق إيده، وبعد كده خلال بقى المكابح أو الستيرنج أو whatever يعني. فنفس الخطوات اللي بيكون بها الإنسان، إحنا بنحاول ننقل الخطوات جوه السيارة. فالسيارة عشان برضو تقدر تتعامل مع الواقع محتاجة بيانات كتيرة جدا، محتاجة بيانات عن العالم اللي حواليها. واحنا سبحان الله ربنا رزقنا بس بسيستم عينينا بنقدر نفهم العالم ونعرف الابعاد والسرعات ونبريدكت حتى ونتوقع حركات السائقين اللي حوالينا، فنقدر نتفادى اخطائهم. لكن السياره عشان تعمل ده محتاجه حساسات كثيره جدا، سنسورز كثيره جدا، من اول كاميرات وريدر سيستمز وليزر ريدر سيستمز والتراسونكس والجي بي اس. فسبحان الخالق يعني. وبعد كده محتاجين نفهم الداتا اللي جايه من السنسورز دي. عشان نقدر نفهم الداتا محتاجين نعرف ايه اللي جوه الداتا دي. فاحنا بنبدا نعلم العربيه من الداتا اللي طالعه، من الصور اللي جايه من الكاميرا مثلا، او من البوينت كلاود اللي جايه من الريدر، ان هي تعرف ايه اللي جوه الصوره. ولما تعرف ايه اللي جوه الصوره تبدا تفهم ايه اللي حواليها. ولما تفهم هي اللي حواليها عن طريق الديتا اللي لمتها من العالم والديتا اللي جايه من العالم الخارجي او عن طريق الجي بي اس وغيره، تبدا تفكر او تبدا تاخد قرار بناء على الديتا دي، وبعد كده تبدا تتحرك بناء على القرار ده.
فاحنا هنتكلم فزي ما قلت احنا بالظبط كده، زي ما في هيومن سنسري، زي ما احنا كانسان عندك حواس، احنا بنحاول نخلق حواس للعربيه دي بان احنا نبدا نشوف حاجات كتيره جدا. عايزين نعرف ايه اللي حوالين العربيه من الجانب، فاحنا بنحط كاميرات ليها سراوند فيو. عايزين نعرف الحاجات البعيده جدا عن العربيه، بنبدا نحط رادارات بيوصل مدى 350 متر. عايزين نقرا الترافيك ساينس، بنبدا نحط كاميرات على العربيه. فبنوصل بعد كده اللي احنا عندنا سيارات تحتوي على 18 كاميرا وست رادارات وليزر رادار، سيارات فيها عده كبيره جدا جدا عشان تقدر تحقق الهدف ده. ده مثال بسيط عن نوعيات السنسورز الموجوده بتكون موجوده في السيارات، وكل واحد فيهم محتاج الجوريزمز بالماشين ليرنينج باي اي عشان نقدر نعمل ديتكتنج للاوبجكتس اللي فيها. فهتلاقي عندنا الكاميرز عشان نقدر نشوف العالم، ونقدر عن طريق الفيجن وال يعني عن طريق برامج زي الاوبن سي في والاوبجكت ديتكشن نقدر نعرف ايه اللي موجود في العالم. الرادارات بتستخدم بشكل كبير جدا في اللي هي تقيس الحاجات اللي على مسافات بعيده، من نتكلم من اول 100 متر لغايه 350 متر. الالتراسونكس بشكل عام بتستخدم في قياس المسافات القريبه. يعني اي حد فينا عنده سياره فيها اوتوماتيك باركينج سيستم معتمد على الالتراسونكس بشكل كبير. عندنا السرعه زي الويل انكودر، الجي بي اس يعني نقطه مهمه جدا، الجي بي اس والاونبورد يونت اي مابس، ده اللي احنا دايما السيارات اللي عندها القدره على القياده الذاتيه بتكون بشكل عام عندها خزنه من الخرائط، بتبدا تقارن المكان اللي هي فيه بالخزنه دي عشان تعرف هل هي في المكان الصحيح، هل تقدر تاخد قرار مناسب في هذا المكان او لا. بعد ما نلم كل الداتا دي من العربيه، تبدا العربيه تدرك ايه العالم اللي حواليها. هنشوف صور حقيقيه عن في السلايدز اللي جايه ان ازاي فعلا العربيه بتشوف العالم، وكله مبني على التدريب اللي حصل للسنسورز دي. داتا كبيره جدا، داتا سيتس عملاقه جدا تم جمعها خلال سنين طويله جدا، الجوريزمز بتحصل لها تطوير مع السنين علشان تبدا توصل لمرحله متقدمه، وما زال ما نقدرش نعتمد بشكل كبير على القياده الذاتيه حتى الان. احنا لسه بنتكلم في بيتا، الموجود حتى في سيارات زي تسلا ومرسيدس وغيرها دي بيتا فيرجنز، لكن مفيش كوميرشال حاجه على مسؤوليه مصاحب مصنع السياره ان هو يقدم الخدمه دي. دي صوره حقيقيه من من من, من كاميرا مثبته على السياره. لو بصينا للكاميرا دي هنلاقي ان ان السيستم بتاع الكاميرا بيحاول يتعرف على الحاجات اللي حواليه، بيحاول يشوف دي سياره او لا، بيبدا يتحسس بالظبط. العربيه بتبقى زي الاعمى اللي بيحاول يتحسس العالم اللي حواليه. فلو بصينا على الصوره هنلاقي ان في كل حاجه جنبها اسم ورقم. الرقم ده هو البروبابيليتي، يعني هي السياره بتعتقد بنسبه 98% ده ترافيك لايت، وبتعتقد بنسبه مثلا بنسبه للسياره الحمراء دي بنسبه 97% ان دي سياره، وبناء على حاجه اسمها كونفيدنس فلاجز. احنا بنبدا نثق في اللي احنا في الاوبجكت اللي احنا قدرنا نقيسه ده عن طريق طبعا داتا كبيره جدا اتعلم فيها الالجوريزم اللي بيلقط الاوبجكتس دي، وبيبدا يطلع اوبجكتس للسيستم بيقول له والله انا شايف ان الصوره دي فيها اربع سيارات، السياره رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه، وفيها اربعه ترافيك لايتس، اول واحد اخضر، ثاني واحد احمر، وفي اربع اشخاص. وبعد ما يلقط الاوبجكتس دي بيثبتها ويديها ارقام ويحطها في زي فليست كده از داتا، ويبدا بقى يتراك الحاجات دي بتتحرك مع الوقت ازاي. دي صوره اخرى عن الداتا اللي بيلمها سنسورز اخرى زي اللايدار. واللايدار ده ببساطه عباره عن ليزر، شبكه ليزر، وفيها قدامها مرايا بتلف بتبدا تنشر الاشعه دي قدام السياره وتلمها وتاخد الريفليكشن وتطلع خريطه نقط. خريطه النقط دي بتكون بها الصوره زي الصوره اللي احنا شايفينها على الشمال دي. اما الصوره على اليمين دي هي صوره من صوره جايه من رادار موجود على العربيه. هتقدروا تشوفوا قد ايه التكنولوجي فارقه وقد ايه كميه التفاصيل اللي موجوده في الصوره اللي على الشمال تقدر تساعدنا نعرف ايه الحاجه اللي احنا شايفينها دي. وده مش فارق معانا فعلا، لان مثلا الهاي ريزوليوشن رادار وظيفته الوحيده ان هو يعرف الحاجات مسافتها قد ايه عن العربيه وبتمشي بسرعه قد ايه عن طريق الدوبلر. ف
كل سنسور بيتحط على السيارة بيبقى ليه وظيفة معينة هو عايز يحققها عشان يخلينا نفهم العالم بشكل أكبر. دي صورة جاية من لايدار سنسور، لو شفنا هنلاقوا كل الخطوط دي عبارة عن دي الخطوط الليزر اللي اتنشرت في الأرض، ودي الصورة اللي خدتها بقى السنسور وراجع بيها. هنلاقي إن هو مش بس شايف لو شفنا النقطة اللي في النص دي هي دي نقطة السيارة أو مكان السيارة، وهو شايف السيارات اللي معدية قدامه. فلو احنا بقى شايفين السيارات دي باللايدار، وكمان في كاميرا محطوطة في السيارة شايفة الصورة الحقيقية، وقدرنا نطلع الأجسام دي قصاد الأجسام الموجودة في الكاميرا، فاحنا بشكل ما عملنا حاجة اسمها سنسور فيوجن، يعني خدنا حساسين بيقدموا صورة مختلفة عن الواقع وركبناهم عشان نطلع صورة أوضح. دي ده برضو يعني دي الداتا، لو شفنا الصورة اللي على اليمين الجزء اللي فوق ده اللي جاي من الكاميرا، والجزء اللي تحت ده اللي جاي من سنسور زي اللايدار. وهتلاقوا ازاي السيستم بقى الذكي اللي في السيارة بيقدر ياخد الداتا من الاتنين سنسورز ويوافقهم على بعض، ويعرف ان ده الجسم اللي بيتحرك هنا وهو اللي بيتحرك هنا، فبيبدأ يعرف معلومات اكتر عن الجسم ده عشان يقدر يعمل له تراكنج بعد كده. دي صورة اخرى على الشمال، حاجة اسمها 3 دي ماب، اللي احنا نقدر نطلع خريطة ثلاثية الابعاد لكل حاجة حوالين العربية. ده مثال اوقع، لو شفنا الصورة اللي فوق هنلاقي ده شكل الشارع، وده شكل ده شكل الخريطة اللي طالعة من السيستم الخاص بالسيارة. هتشوف ان كل حاجة بتتحرك حوالين السيارة مفهومة ومحطوط عليها علامة، فاحنا عارفين ان دي عربية وعارفين سرعتها قد ايه. ولو لاحظنا كمان هنلاقي كل جسم ماشي قدامه خط احمر كده، خط احمر ده التوقع اللي بيتوقعه سيستم العربية ان العربية اللي قدامه هتمشي فيها عاملة ازاي، عشان لما ياخد قرار بعد كده ياخد قرار بناء على التوقع ده. وكل ما يكون فيه معلومات اكتر، وكل ما يكون فيه ليرنينج اكتر والنظام متعلم اكتر، كل ما ياخد قرار يقدر يتوقع توقعات اصح. فدي بشكل ما صورة كبيرة، صورة اوضح عن في الاخر بعد كل السنسورز وكل الداتا دي السيستم اللي جوه العربية بيشوف العالم ازاي. بعد كده احنا خلاص خدنا كل المعلومات دي، عايزين ناخد قرار، عايزين نقول العربية عايزة تاخد قرار هي هتوصل من نقطة ألف نقطة ب إزاي. وهي بتقوم بالدور ده عن طريق حاجة اسمها موشن بلاننج أو باث بلاننج، وده بيتدخل فيه عاملين. أول حاجة الخريطة اللي احنا لميناها للعالم ده اللي هي واضحة قدامكم دي، تاني حاجة القوانين بتاعة الطريق اللي هي ماشية فيه. وهنا بيجي دور الكونكتد كارز، إن العربية لازم تكون متوصلة بسيرفرز خاصة بالدولة وخاصة بيها هي، تعرف ايه قوانين الشارع اللي هي ماشية فيه. يعني الشارع ده ما ينفعش السرعة حتى سرعة تعدي عن مثلا 50 كيلومتر في الساعة، فسيستم السيارة هيحترم ده ومش هيعدي السرعة دي. بل في بعض الشوارع الأخرى ما ينفعش يشتغل فيها السيستم خالص لأن الشارع غير مجهز. ودي نقطة هنتكلم فيها في الآخر عن تجهيزات العالم دلوقتي لاستقبال أنظمة زي كده. ده مثال جيد جدا حبيت اعرضه. لو شفنا السياره اللي بتحاول تاخد اللي هي تعمل ييلد كده وتخش يمين، هلاقوا ان هي اول حاجه في عربيه لونها اخضر عدت. ليه العربيه دي لونها اخضر؟ لان السياره فاهمه ان العربيه دي لها حقيه المرور. هي عرفت منين؟ لان لو شفنا السياره وهي بترسم الطريق الاخضر في علامه ستوب موجوده، هي شافت ان في علامه ستوب وخدت قرار ان هي اللي لازم تقف وان العربيه الاخرى لها حقيه المرور وسابتها تعدي. بعد ما عدت هي تحركت مع ان في سياره تانية جايه من على الشمال، بس هي عارفه اللي هي قانونا ملهاش احقيه المرور، فالسياره اخذت قرار امن وقرار ممكن نسميه صحي بان هي تعمل بلاننج اللي هي عايزه تعمل ايه بعد كده وتقدر تقوم بيه. وصوره الكاميرا فوق على الشمال والصوره الكبيره ده اللي فعلا احنا بنشوفه. يعني لو انا طالع كمهندس اعمل تيستنج للسيستم، فانا ببقى قاعد معايا لابتوب فاتح اللابتوب شايف الصوره شايف الصوره شايف الطريق قدامي، وشايف كمان السيستم بتاع العربيه مطلع لي الخريطه دي وبيقول لي هو بيعمل ايه وهكذا. ده بشكل ما نظره يعني عامه عن ازاي احنا بنقدر عن طريق البيانات نخلي السيارات اذكى ونقدر نخليها بتقوم بتتفاعل مع العالم بشكل أحسن. جميل.
آخر شيء يعني عشان نغطي بس دور العرب في هذا الأمر، لأن ما ينفعش نسيب يمكن ما فيش استثمار كبير في التطوير، لكن احنا بالنسبة للمدن الجاهزة جوه البلدان العربية بنتكلم يعني نيوم فيها مشروع قوي جدا للروبو تاكسي، ان تكون السيارات فيها بتعمل بالاوتونوم درايفنج. مدينة شارب بقطر ودبي من الأماكن اللي عندها طرق تقدر تستقبل سيارات ذاتية القيادة، وبنتمنى إن في المستقبل نشوف تطوير واستثمار أكتر في هذه المجالات. وشكرا لكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على الدعوة الجميلة. جميل، شكرا لك المهندس أحمد، بارك الله فيك، شكرا على هذه الإطلالة على مستقبل السيارات ذاتية القيادة، كان عرض جد ممتع مفعم بالمعلومات الشيقة والمعلومات النافعة، بارك الله فيك المهندس أحمد. جزاكم الله خير.